يا سيدي لازم بطاقة تعريف نتاعها ومضمون بارد عرفش عليك نستك بهم ربي يسهل. جبت يعني زوز صغيرات باش يلقوا اليوم ان شاء الله. اعمارهم 16 و 15. حبيت انه كولي معناها تكون عوده مدرسيه امنه للصغيرات. اكيد اكيد مهم. اكيد يعني لازم الواحد باش يحميهم ونحموا رواحنا نحميو الشعب. نجم نحكي معاهم؟ تفضل. انتوا كجان وحبيتوا تلقحوا تجيو تلقحوا من اجل عوده مدرسيه امنه. اي صار. مهم التلقيح. مهم التلقيح اكيد باش نحمي رواحنا من الكورونا. اي باش نحمي رواحنا من الكورونا. صحة نسبية صحيح. 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 الأغصن نوعية التلقيح يخدموا في فايزر هما والشباب اللي جاونا جاونا بالأولية نتاعهم معناها منظمين مريقلين الحقيقة. أي. ثم نصائح معينة للصغيرات شنو يعملوا شنو ياكلوا شنو والله لا 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 فماش لا 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 بالنسبة اليوم ما عملش رياضة طبعا تو كل واحد مش يعمل فاكسان مش يعمل أكتيفيتي قوية عادي يشرب الماء بزيد يرتاح ما يمشيش في الشمس يكمل النهار ولا بس ان شاء الله باذن الله. حتى التوصيات في نوعيه الماكله والدوش عادية. والدوش لا لا الماكله عاديه الماكله عاديه اغسل كما نقولوا للصغيرات كل الماء لا للدوش لغسيل لا نهار لوليني اما هذوما كبار معناها عادي جدا سيرتو توا الطقس هذا نتاع خريف فيها عرق وفيه برشا صحانه دونك يسحق للدوش احنا نقولوا ديما ان نهار لوليني دوش ليه ولكن الطقس ما يخليكش ما يخلقش باش تعمل دوش اما سيرتو يبعد على الشمس ويشرب بزيد ماء.